بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. المجلس الماضي كان في كتاب الصيام الجلسة الأولى، انتهينا منه في أحكام الصيام وشرائط وجوب الصيام وفرائض الصوم. اليوم نتكلم على الذي يفطر به الصائم. يقول: والذي يفطر به الصائم، يعني نواقض الصيام. المفطرات هي نواقض الصيام، يعني الأمور التي يجب أن يتجنبها، وإلا بطل صومه وعليه الإعادة إن كان صيام فريضة، ويستحب له الإعادة إن كان صيام سنة. والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح، كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. والثالث الحقنة في أحد السبيلين، وهو دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر، المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. والرابع القيء عمدا، فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. والسادس الإنزال، وهو خروج المني عن مباشرة بلا جماع، محرما كان، يعني محرما إخراج المني هذا أو غير محرم، محرما كأن أخرجه بيده، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام، فلا إفطار به جزما. والسابع إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والردة، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله. أنا أردت أن أنا أقرأهم الأول على بعض قبل أن نناقشه، لأن المسألة تحتاج مناقشة طويلة. فنبدأ لمناقشة الأمر الأول. هو عدهم هنا الشارح 2، وهم في الحقيقة حوم يبقوا 1، وهو ما دخل إلى جوف. أي شيء يدخل إلى جوف الصائم يفطر، سواء كان هذا الجوف جوف طبيعي أو جوف غير طبيعي عرضي، كأن فتح بجرح أو مثلا بجراحة. يبقى أي جوف، إيه الجوف الطبيعي؟ الفم، الأنف، فتحتي الأذن، والقبل والدبر. واضح؟ ادي الجوف الطبيعي اللي ربنا خلقه في الانسان الطبيعي. فاي شيء يدخل في هذه الاشياء اللي هي جوف طبيعي خلقه الله يفطر الانسان. قد يكون هذا الجوف جوف غير طبيعي، يعني بسبب جرح، كان قال لك هناك مثال المامومه. المامومه ده جرح في الراس يفتح الجمجمه ويخلي تجويف الجمجمه مفتوح. فأي شيء يدخل فيه كأنه دخل إلى جوف
بس بسبب جرح. يبقى أي شيء يدخل لجوف سواء بجرح أو جوف طبيعي يفطر الصائم، سواء كان هذا الشيء مغذي أو غير مغذي، حتى لو بلع زلطة أفطر، والزلط ده يغذي غذيش، واضح؟ لأنه دخل جوف. يبقى احنا لازم نعرف ان الجوف نوعان، جوف طبيعي والأمثلة، أو يسموه منفتح أصالة، الفقهاء يحبوا يسموه إيه؟ منفتح أصالة، يعني في أصل الخلق. وفي جوف تاني يسموه منفتح عرضا بجرح أو جراحة. جرح يعني حادثة، أو جراحة يعني معمولة. إحنا مثلا في الجراحات دلوقتي مشهورة، بنعمل تحويل مجرى بول ومجرى براز على جدار البطن، فأصبح هذا جوف. فيبقى لو أدخل في الفتحة دي أي شيء وهو صائم أفطر، لأنه أصارت جوفا. كويس. دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها غسيل بريتوني لمرضى الفشل الكلوي، بيركب أسطرة تدخل في تجويف البطن ويدخل فيها سائل، وبعدين يسيبه ساعتين ويفضيه، ويحط سائل تاني ساعتين ويفضي. يبقى ده سائل دخل إلى جوف، صحيح مش منفتح أصلي، لكن منفتح جراحة، واخد بالك؟ يبقى يفطر. يبقى ما يجي يقول لك الغسيل الكلوي يفطر ولا لا يفطر، تقول له الغسيل الكلوي نوعان، نوع يدخل في جوف وهو البريتوني ده يفطر بالإجماع، ونوع تاني دموي والدم لا ليس جوفا، يعني الأوردة والشرايين ليست جوفا لأن ممتلئة دم، وبالتالي يبقى الغسيل الكلوي الدموي لا يفطر. لا يفطر ليه؟ لأنه ليس في جوف. لكن الغسيل الكلوي البريتوني يفطر لأنه جوف. واضح؟ يبقى أي جوف سواء كان هذا الجوف منفتح أصالة أو منفتح جرحا أو جراحة يفطر به الصائم. فنيجي نقرأ كلام الشيخ تاني علشان إيه؟ العين عندنا ليست جوفا، العين عند الشافعية ليست جوفا، وبالتالي قطرة العين لا تفطر عند الشافعية ولو وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست جوف. أنت تحط إيدك كده في خرم، مش خرم، يبقى ليست جوف. المالكية نظروا إلى القناة الدمعية إن هي بيدخل منها السائل المحطوط في العين ويدخل للأنف، ومن الأنف للحلق، يبقى دخل إلى الجوف عن طريق القناة الدمعية. الشافعية قالوا أن القناة الدمعية فتحتها كالمسام تهمل فليست جوف، كمسام الجلد، لأنها فتحة دقيقة فعلا، إذا نظرت إليها ما تبانش إلا لما تكون مكبرة. واضح؟ فالشافعية يعتبروا الفتحة إيه؟ اللي هي ترى بالعين المجردة، هي دي اللي جوف. فمسام الجلد لا ينتقد الصيام بها، وإن كان الماء يمتص من الجلد حقيقة، الماء يمتص من الجلد حقيقة، وكانوا بيعالجوا الأطفال اللي عندهم جفاف زمان، يغطسوهم في حمام مية الأطفال الصغيرين، ويحط في المية دي شوية ملح، يقوم إيه العيل بعد ما كان عنده جفاف شديد أما يقعد له ساعتين في المية دي تبص تلاقي إيه ينتعش ويرجع له، دليل إن الجلد امتص. يبقى ايه؟ لكن هذا عند الشافعية وعند مذاهب المسلمين جميعا لا يفطر. لماذا؟ لأن مسام الجلد لا ترى بالعين المجردة، وبالتالي قالوا برضو فتحة قناة دمعية ليست جوفا لأنها كمسام الجلد. واضح؟ فعند الشافعية قطرة العين لا تفطر، وإن كان يستحب تجنبها خروجا بالخلاف، واخد بالك؟ لكن لا تفطر. لكن نقة الأذن تفطر، نقة الأنف تفطر لأن داخلة في جوف، حتى لو أدخل شيئا في الجوف ثم أخرجه أفطر بالإدخال، وإذا كان في السبيلين انتقد وضوءه بالإخراج. واضح؟ يعني أنا الوقت ساعات في ناس تقعد تنكش بالألم في فتحة الأذن، لو عمل كده وهو صايم أفطر عند الشافعية. واضح؟ إلا إن كان ناسيا، فلو كان ناسي يطلع على طول بمجرد يتذكر النصاب.
إنما لو عملها وهو فاكر إنه صائم ومتعمد أفطر فسد صومه، بالرغم من فتحة يعني نكشة القلم دي أو الحاجة اللي يحطوها ينضفوا بيها الأذن دي رفيعة ممكن تدخل جوه. لو عمل كده وهو متذكر إنه صائم أفطر، واضح؟ بالرغم إن هي لا يترك شيئا في الداخل، لكن هي مجرد الدخول يفطر حتى ولو لم يبقى في الداخل، واضح؟ يبقى لابد اننا نعرف ان اي شيء يدخل في جوف، وهذا الجوف لابد ان يكون يرى بالعين المجرده، فاخرجنا مسم الجلد، واضح؟ واخرجنا العين بالرغم ان فيها قناه دمعيه عند الشفايه، وادخلنا فتحتي الانف والاذن والسبيلين القبل والدبر، ويدخل فيهم مهبل المراه. مرأة ليها مهبل، يبقى لو حطت برضه لبوس مهبلي تفطر. ولو دخلنا قسطرة بول لواحد صائم أفطر، لأنه أدخل في تجويف، واضح؟ ولو راح يكشف عند الجراح كشف بواسير فالجراح حط صباعه في الشرج أفطر الصائم، مش الجراح، أفطر الصائم. ولو راحت تكشف كشف نسف وحطوا الاستيكيولم اللي هو المنظار بتاع المهبل وهي في نهار رمضان صايمة افطرت، واضح؟ لانه شيء دخل الى جو. بعض الناس بيبقى عنده ناسور شرجي، يعني فتحة جنب الشرج، او ناسور عصعصي، قرن في العصعص بيجيب ساعات صديد وافراد، او ناسور لبني في ثدي المرأة اللي بترضع يبقى فيه خرم. لو أدخل شيء في هذا النصور زي واحد بيغير مثلا فبيحجم فيه بتدين مواد مطهرة وهو صائم أفطر، لأنه جوف، واضح؟ كل دي لازم ناخد بالنا منه. حقنة البنج النصف، حقنة البنج النصف بتخش في تجويف، تجويف اللي بيمشي فيه السائل بتاع إيه النخاعي، السائل النخاعي، فالإبرة دي بتخش إلى جوف. يبقى لو خد بنج نصفي في سلسلة الظهر يبقى أدخل شيئا في جوف أفطر، في حين أن الحقنة اللي في الوريد لا تفطر لأنها لم تدخل إلى جوف، دخلت من خلال الجلد إلى شريان أو إلى وريد، ولا الوريد جوف ولا الجلد جوف، وبالتالي يبقى الحقنة اللي عن طريق الجلد سواء كانت تحت الجلد سواء كانت في الوريد سواء كانت في الشريان وسواء كانت علاجية أو غذائية لا تفطر. يعني لو خدت حتى محلول جلوكوز 5% في الوريد بالنقطة لا يفطر، ليه؟ لأنه أدخله لا من جوف، واضح؟ فكل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. لو أدخل أنبوبة التنفس في البنج الكلي المريض بياخد حقنة مخدرة في الوريد، كويس؟ كده ما افطرش، لكن أول ما بينام يروح إيه؟ مدخل الأنبوبة في الإيه؟ في القصبة الهوائية علشان يديله فيها أكسجين، إدخال هذه الأنبوبة هو اللي أفطر، مش الحقنة البنج اللي أفطر. البنج هيفقده العقل كالنائم، وإذا استمر الإغماء جزء من النهار وأفاق لا يفطر، لكن لو استغرق النهار كله أفطر زي ما قلنا الدور اللي فات، بخلاف النوم لو نام النهار كله لا يفطر، لأن هناك فرق بين المغمى عليه وبين النائم، أن النائم إذا نبه انتبه والمغمى عليه إذا نبه لا ينتبه، واضح؟ يبقى لو واحد خد بنج كلي وريدي وما حطش أنبوبة عشان يفتحوا له خراج ولا يعملوا له حاجة من دي يطلعوا له يعني صديد لا يفطر، الا لو فتحوا الخراج وحقنوا في الخراج مواد منظفه يبقى هنا افطر بالمواد اللي داخله. كل دي تفاصيل ناخد بالنا منها، وكل دي متفرعه من قوله ايه ما وصل عمدا الى الجوف، واضح؟ السنان ما تفطرش، ما انت بتتمضمض وانت صايم، ما احنا حقنة البنج دي مش داخلة على جوف،
ما هي داخله، دي داخله من اللثه زي ما داخله من الجلد. هي اللثه دي فيها جوف مش جوف، حاشا ضرس، هو الضرس ده جوف مش جوف، واخد بالك؟ يبقى لا يفطر. لو حصل ان هو اللثه بتاعته جابت دم يتمضمض وخلاص ولا يفطر. يدخل مع دخول الجوف الدخان، الدخان اللي هو الطنباك اللي هو السجائر والبايب والجوزه والشيشه والنرجيله، كل الانواع دي تفطر. لماذا؟ لانها وان كانت ليست متعينه بالعين الا انها تترك اثر، بدليل انها بتترسب جوه العمود بتاعها. بص للعمود بتاعها، شوف البايب كده اللي بتعمله البايب، تلاقيه كل فتره ينظف يطلع منه كتل، يبقى دليل ان هو الدخان ده بيتكون منه من داء في داخل الجوف، كتل تترسب وبالتالي تفطر. يبقى الدخان يفطر، واضح؟ وكذلك الايه، البخاخه بتاع الناس اللي عندهم ربو، تعمل بخاخه علشان نفسه دي تفطر، لانها رذاذ متطاير يدخل الى جوف فيفطر بيها. لكن رائحه الجو ما يفطرش. لو واحد ماشي في جو فيه روائح، زي ما تمشي انت مثلا في ايه، في الشارع اللي فيه كله عطارين، تحس ريحه العطاره بقت في حلقك، ما يضرش. هذا لا يضر الصائم، واضح؟ لانها دي رائحه، رائحه العطاره هي اللي اختلطت بريقك فغيرت طعم الريق، لكن ليست هي رذاذ متجمع ويترك اثر، واضح؟ بخلاف طبعا البخاخه وبخلاف الدخان اللي هو الطنباك وغير ذلك. كل دي تفاصيل متفرعه منين؟ ما دخل الجوف. يبقى عرفنا ان ما دخل الجوف دي خرجنا الحقنه اللي عن طريق الجلد. في ناس لحد دلوقتي تفتكر ان الحقنه تفطر. يبقى احنا لازم ما ناخدش الامور ببساطه، نقرا سطر ونروح. لا، لازم نفهم تطبيقاتها العمليه في حياتنا علشان اعرف اكون ابقى فقيه. فاللي يجي يقول لك ان الحقنه اذا كانت مضاد حيوي او مسكن ما تفطرش، لكن لو كانت فيتامين او غذاء تفطر، يبقى ده مش فاهم الفقه. حتى ولو قالها وعنده عمى قد كده، يبقى ده مش فاهم الفقه. لان مفيش فقيه قال ان الجلد جوف، ولا فقيه قال ان الوريد جوف، واضح؟ الجوف انك انت تخش في حته تلاقي هواء، ادي معنى الجوف، يعني مكان تجد فيه ايه، فراغ، زي الجهاز ايه الهضمي كده، انبوبه فيها فراغ، الفراغ ده بيمشي فيه الاكل ويمشي فيه العصاره، زي الجهاز البولي ده انبوبه بيمشي فيها البول، واخد بالك؟ فده جوف. انما الجهاز الدموي ليس جوفا، واضح؟ وبالتالي يبقى الحقنه اللي بياخدها عن طريق الجلد تحت الجلد او في الوريد لا تفطر، او في العضل لا تفطر، بغض النظر عن هي ايه، حتى لو ادوله حقنه لبن حليب كويس، جابوا له سندوتش فول وطعميه وعملوا حقنه ودوله في الوريد لا يفطر. ما في سوائل بتتاخد في الوريد انتراليبيد، عباره عن دهن انتراليبيد، وفي امينو اسيد بتتاخد في الوريد، واخد بالك؟ عباره عن لحمه مهضومه وبيديها له، والانتراليبيد عباره عن ليه خروف مهضومه، واخد بالك؟ وياخدها في الوريد. في الناس اللي بياخدوا غذاء عن طريق الوريد، أهدى لا يفطر. واللي يقول لك يفطر يبقى ليس بفقيه، واضح؟ فلازم نفهم الفقه الإسلامي ماشي إزاي علشان لما يطرأ علينا بعد كده أي حاجة تانية ناخد بالنا منه. يبقى أنا أفهم من هنا إن أنا لما ببقى صايم ما أروحش لدكتور مسالك يركب لي قسطرة، لو أنا عايز أحافظ على البول على صيام أروح له بعد المغرب، وما أروحش لدكتور جراحة يحط إيده في الشرج يكشف، أو يحط المنظار الشرجي، أو يحط منظار المعدة والاثنى عشر وأنا صايم في نهار رمضان. لو أنا عندي الدكتور كتب لي أعمل منظار عشان أنا مريض وكان في رمضان، أخد ميعاد بعد المغرب، ما أخدش ميعاد بالنهار علشان أحافظ على صومي، وهكذا. كل الحاجات دي ناخد بالنا منها. نيجي نقرأ كلام الشيخ تاني ونحاول نفهم تاني.
بيقول والذي يفطر به الصائم 10 أشياء أحدها وثانيها. اللي قال أحدها وثانيها ده مين؟ ده الشارح. لكن الحقيقة أن ما دخل من الجوف ده حاجة واحدة، هو قسمها هنا أن الجوف المنفتح أصالة واحد، والمنفتح جرحا كالمأمومة اتنين، فجعل الجوف جوفين. وهو الأول الأولى أنه كان يقول أحدها ما وصل عمدا إلى جوف مطلقا، سواء منفتح أصالة كالسبيلين أو منفتح جرحا كالمأمومة. خدت بالك إزاي؟ وبالتالي لما نعد على هذا العد هنجد أن هم 9 مش هيبقوا 10. وعشان كده الخطيب الشربيني في الشرح لما اعتبر هذا المعنى قال لك يبقى 10 محذوف لم يقله، وقعد يفكر يستنبط يا ترى 10 يبقى ايه، فقال الولادة. قال الولادة، 10 يبقى الولادة. ده كلام مين؟ الخطيب الشربيني في تعليقه على شرح فتح القريب المجيب، ليه كتاب اسمه الايه الاقناع للخطيب الشربيني، بيشرح فيه متن الغاية والتقريب. فقال ان الولادة كويس، لا قال لك ليه، لان الولادة مبطلة للصوم، الولادة مبطلة للصوم على المعتمد، خلافا لما رجحه الامام النووي في المجموع، وقال ان دي كالمني المنعقد فهي كخروج المني بغير مباشرة وبالتالي لا ينقض الصوم. فهمت؟ ده قال كده في المجموع، لكن الفتوى على خلاف ما رجحه في المجموع والمعتمد أن الولادة مبطلة للصوم. هتقول لي طب ما هي مبطلة عشان يعقبها نفاس، لا، في بعض الستات النادرات ولادتهم لا يعقبها نفاس. واخد بالك؟ وبالتالي الولادة في حد ذاتها حتى ولو لم يعقبها نفاس مبطلة للصوم. وده المعتمد، وتبقى دي نمرة 10. وربما ما هي كده. قال الولادة مبطلة للصوم لأن هي يعني أولا بطبع في المرأة، هي نوع من المرض، واخد بالك، نوع من المرض اللي عاجل، وتقاس على الحيض وعلى النفاس، قياسا على الحيض والنفاس. فالحيض والنفاس علة الحائض ليه ما تصومش تعبدية، مش معروف الحكمة دي، واخد بالك؟ يعني ما نقدرش نقول طب ليه ربنا منع الحائض انها ما تصومش؟ ما نعرفش، مع ان ممكن وهي حائض تصوم ما يجرالهاش حاجه قويه ولا مريضه ولا حاجه، واخد بالك؟ لكن دي عله تعبديه وسموه مانع، مانع من ايه؟ من صحه الصوم. يبقى احنا عايزين نقرا تاني الذي يفطر به الصائم 10 أشياء أحدها وثانيها. قلنا في اعتراض على حتة أحدها وثانيها، فممكن نخليها أحدها بس. ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح، يبقى المنفتح أصالة أهو، أو غير المنفتح يعني أصالة يعني مفتوح جراحة أو جرحا، كالوصول من مأمومة إلى الرأس، يقصد بالرأس هنا تجويف الجمجمة، تجويف الجمجمة، لأنه ده تجويف جوف. والمراد إمساك الصائم عن وصول عين، كلمة عين هنا خرجت الروائح، لازم شيء متعين كده برضه، فما يقول عين يعني شيء متعين يعني محسوس، يبقى لو كان رائحة ما ينقضش الإيه الصيام، لو شم رائحة الرياحين أو رائحة البهارات أو رائحة الطعام المطبوخ، كل ده لا يؤثر في صومه لأنه ليس عين. الدخان عين، قلنا عين ليه؟ لأنه بيحصل منه ترسبات ترى بالعين المجردة بعد ذلك، وكذلك الرذاذ المتطاير من إيه؟ من أنبوبة النفس لمرضى الرب، دي برضو أشياء بتترسب وبالتالي تدخل لأنها عين متعينة. واضح؟ خلينا بس إيه، اكتب التعليق في الآخر هقول لك. والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، مطلقا بقى ما يسمى جوفا. واضح؟
وزي ما قلت لك ومن ذلك بقى دخول ايه الاصبع. يعني مثلا في حاجات لطيفه مذهب الشافعيه بيقولها، ساعات الواحد اما يجي يتبرز ويكون عنده امساك ويكون عنده بواسير، يخرج الشرج بتاعه جزء منه يخرج معاه، فان ادخله يعفى عنه لعموم البلوى، ان ادخله يعفى عنه، مع انه ادخل عين الى جوف، واضح؟ فدي من ضمن المعفوات. لكن لو خرج البراز، واخد بالك، ثم امسك فادخله مره اخرى بعدما خرج افضل، لانه ايه بعد ما خرج دخله. زي بالظبط البلغم، واحد كح البلغم بتاعه طلع على شفته، فراح ايه طلع لسانه ودخله ابتلعه افضل، واضح؟ يعفى عن بقايا الطعام اللي بين الاسنان اذا اختلط بالريق دون ان يشعر به فابتلعه، معفو عنه من المعفوات، واضح؟ طالما خارج مخرج الحاء، ادي الحاء، طالما ورا مخرج الحاء يبقى لا يضر، امام مخرج الحاء او الخاء يبقى يسهل عليه انه يتنخمه وبعدين يطلعه، واخد بالك؟ فان كان امام مخرج الخاء ثم ابتلعه يبقى افطر عند الشافعيه، عند الملكية لا يفطر طالما داخل تجويف الفم، وبالتالي يخرج من الحكاية دي ابتلاع الريق، ابتلاع الريق لا يؤثر، واخد بالك؟ لأنه في تجويف الفم، لأنه ده شيء طبيعي داخل التجويف وليس شيء خارج عنه، واضح؟ ما هي بتنزل من ورا، خلاص طالما نازلة من ورا خلاص، الإفرازات اللي بتنزل من الأنف من الجيوب الأنفية بتبقى خلف الحلق دي في مخرج الهاء، دي من ورا خالص خلاص. لكن افرض واحد كح فطلع مع الكحة دي بلغم بقى في تجويف فمه في أمام، يبقى في الحالة دي يبصقه، فإن ابتلعه ناسيا إنه صايم أو بحركة لا إرادية ثم تذكر لا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صوم. وهيدخل بعد كده الحقنة في أحد السبيلين، ده نمرة اتنين هو قايله هنا، نمرة تلاتة، مع إنه أنا في رأيي إن الحقنة في أحد السبيلين داخلة في الإيه؟ في الجوف، يبقى كان حقها كله يدخل في الجوف. الحقنة في أحد السبيلين يبقى الحقنة الشرجية، اللبوس الشرجي، واخد بالك؟ الحقنة اللي يحقنها في المهبل المرأة عشان مثلا عندها التهاب في المهبل وتعمل فاجينال دش اللي هو الدش المهبلي ينقض الوضوء، زي الحقنة الشرجية كذلك تنقض الوضوء، وكل ما يؤخذ داخل الشرج من علاج ينقض الوضوء، كويس؟ وكذلك ما كان في مجرى البول بالحقن في مجرى البول ويدخل معاها أسطرة البول لو ركبوها، وكذلك الأدوات الإيه الكشف اللي بتدخل في هذا التجويف، ومنها المنظار القولوني الشرجي والمنظار اللي في أعلى المعدة والإثنى عشر والمريء وغير ذلك. والثالث الحقن في أحد السبيلين، وهو دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. والرابع القيء عمدا، قاء عمدا يعني تعمد القيء، فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق، يعني زرعه القيء لا يبطل صومه، زرعه يعني إيه؟ يعني فاجأه رغما عن أنه عن نفسه، لكن لو قاء عمدا أفطر، ويشترط أن يكون عالما بإيه؟ بالحكم وذاكرا للصوم. والخامس الوطئ عمدا في الفرج، يعني جامع وهو متذكر
يذكر أنه صائم يبقى هنا يفطر. واضح؟ طب افرض جامع ناسيا كالآكل ناسيا، لا يؤثر عليه، ولكن يجب عليه أن ينزع بمجرد تذكره أنه صائم. فإن استمر بعد تذكره أثناء الجماع أفطر. واضح؟ والرابع الوطئ عمدا في الفرج، أي فرج بقى، فرج آدمي أو فرج حتى حيوان، وإن كان طبعا حرام في الحيوان أو في الدبر وده حرام، بس يفطر لأنه فرج. واضح؟ يبقى والخامس الوطئ عمدا في الفرج، وقال لك عمدا هنا عشان يخرج مين؟ الناسي والمكره كده. فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق في موضوع الاكل والشرب، ناسيا، لان الناسي مرفوع عنه ايه؟ القلم، يعني مرفوع عنه المؤاخذه وليس مرفوع عنه التكليف. والسادس الانزال، وهو خروج المني عن مباشره. خروج المني عن مباشره بحائل او بغير حائل، واخد بالك ازاي؟ طالما في مباشره يبقى يفطر، لكن لو خرج المني بغير مباشره كان نام فاحتلم لا يؤثر على صومه. او مثلا ايه؟ نظر الى منظر فاثاره فانزل لا يؤثر على صومه لانه مفيش مباشره. واضح؟ لازم تكون في نوع من المباشره. وعلشان كده قال ايه؟ والسادس الانزال اللي هو خروج المني، يبقى لو خرج الودي لا يفطر، والودي سائل رقيق يخرج عند الشهوه، لكن لا يفطر الصائم المزي. وكذا الودي ينقض الوضوء ولا يؤثر في الصيام. يبقى عندنا هنا الانزال ويقصد به خروج المني عن مباشره بلا جماع، محرما كان، يعني سواء كانت المباشره دي محرمه كالاستمناء بيده، لان الاستمناء حرام، يبقى ايه؟ عمل حرام وافطر. او كان غير محرم كاخراجه بيد زوجته او جاريته، يبقى برضه افطر. واحترز بمباشره عن خروج المني بالاحتلام، لانه ما فيهوش مباشره، او بالنظر او بالتفكر، كل ده لا يفطر الصائم، وان كان يحرم النظر وهو صائم لكنه لا يفطر، زي ما هو يحرم الكذب وما يفطرش بيه، هيضيع ثوابه بس، لكن لا يفطر. واضح؟ واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا افطار به جزما. جزما يعني بلا خلاف. والسابع إلى آخر العشرة، احنا قلنا هنا في العد هيبقى في تجوز الحيض والنفاس والجنون والردة، ونحط الولادة كما وضحها الخطيب الشربيني. الحيض والنفاس والولادة نحطهم ورا بعض كده عشان متعلقين ببعض. والجنون لمنافاته للعباده طبعا، واحد اتجنن وهو صائم خلاص افطر، لان الجنون ينافي العباده، حيث ان العباده منوطه بالتكليف اللي هو مناطه العقل. والرده، الرده لنقض النيه، لان من شروط النيه الاسلام، فانتقدت نيته بكفره وبالتالي يبقى يفطر بردته. ولو ارتد لحظة أفطر ثم عاد، لو ارتد لحظة ثم عاد وهو صائم أفطر. واضح؟ وعليه الإعادة. ولو جن لحظة ثم عاد أفطر وعليه الإعادة. لو أغمى عليه واستغرق الإغماء النهار كله أفطر، لو استغرق جزء من النهار لا يفطر. والنوم لا يفطر به ولو نام النهار كله. واضح؟ فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله، يعني ولو لحظة، يعني واحدة حائض جالها الحيض قبل المغرب بخمس دقايق أفطرت، يبقى إيه؟ عليها إعادة هذا اليوم. واضح؟ والنفاس، النفاس هو ما يعقب الولادة أو السقط، افرض هي سقطت من الحمل يعني لم تكمل حملها، يبقى اسمه برضو الدم اللي نازل بعد السقط نفاس،
برضو ايه يفطر الصائم او الصائمة يعني. يبقى كده تقريبا احنا خلصنا ما يفطر به الصائم. اذا كان في سؤال في المسألة دي نقوله وبعدين ننتقل للي بعده. اتفضل. لا ما هو ده بيعمل تجويف لا الى جوف، ده جيب في الدرس، واخد بالك؟ جيب في الدرس ده زي خدش في الجرح، افرض جسمك اتخدش لكن ما وصلش الى جوف، يبقى ما ينقضش الوضوء الصوم لو ادخل فيه مطهر. احنا عندنا ايه؟ النصور. النصور هو فتحة بين تجويفين. النصور تعريف النصور الطبي هو فتحة بين تجويفين، فتحة في الخارج متصلة بتجويف في الداخل. يعني النصور الشرج عبارة عن فتحة بجوار الشرج، خرم صغير لو دخلت فيه مسبر هتلاقيه وصل لجوه المستقيم بتجويف المستقيم. يبقى هنا الحقن فيه يفطر. لكن عندنا نوع تاني من الفتحات يسموه جيب. جيب صديدي. زي النصور العصعصي، اسمه النصور هو في الحقيقة ساينس. يعني جيب. يعني النصور العصعصي ما يعتبرش يفطر لو ايه؟ لو حقن فيه. ليه؟ لأنه ما يؤديش إلى جوف، ده بيؤدي إلى العصعص. العصعص دي عظمة. فهم؟ وإن كان اسمه نصور بس ده خطأ في الطب، خطأ في التسمية. خطأ في التسمية، هو حقه يبقى اسمه الجيب العصعصي مش النصور العصعصي، لأن نصور هو عبارة عن فتحة بين تجويفين. واضح؟ طب هي الفتحة اللي جنب الشرج دي بين تجويفين إيه؟ بين تجويف الشرج والتجويف الخارجي اللي هو إيه؟ الدنيا. كده ما هي الدنيا دي اللي إحنا عايشين فيها ما هي تجويف. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أي فتحة على الجلد موصلة بين التجويف الخارجي وبين تجويف داخلي جوف معتاد، دي هي دي اللي يفطر لو ادخل فيها شيء. واضح؟ في ايه تاني؟ لو واحد اثناء الصوم نوى ان يقطع صومه ولم ياكل ولم يشرب، لا ينتقد صوم بخلاف الصلاه، تبطل الصلاه ولا ينتقد الصوم. واحنا قلناها دي زمان ايام ما كنا بنشرح الصلاه. يعني في الصلاه لو انت بتصلي الظهر مثلا في الركعه الثالثه او الرابعه طرأ عليك انك انت عندك ميعاد مهم وعايز ضروري ايه تبقى موجود دلوقتي في الحته الفلانيه، فطرأ انك انت تقول ايه اقطع الصلاه وبعدين اصلي بعد ما اخلص المكالمه دي، مجرد طرو هذا عليك يؤثر في لزوم النية، لابد في ايه؟ في النية الجزم في الصلاة. فإن تردد لحظة أثناء الصلاة بطل اللي فات واللي جاي. واضح؟ فهمت المسألة؟ ده في الصلاة. طب في الصوم؟ في الصوم لا ما يأثرش في الصوم، يعني أنا صايم ولقيت نفسي بعد العصر كده جعان وهفتان وعطشان وتعبان وعندي مصالح كتيرة. أقول يا رب افطر كده وابقى اعوض، انا ضعفت، ما هو الضعف ده نوع من المرض مش كده؟ ولا اكمل واستحمل شويه؟ فطرأ في ذهنه ايه نوع من ايه من المناقشه في النيه. هذا لا يؤثر في صحه الصوم طالما لم يفعل ناقد. واضح؟ لكن يؤثر في الصلاه. فدي نقطه مهمه. ما هذا الخاطر يعني بقى حديث نفس أثر في النية، فعليه أنه هو يقاومه. لكن هو في أثناء الصلاة ممكن ينوي تقصيرها، يعني هو كان داخل في صلاة نوي يطولها فتذكر موعد مهم فيوم يكتفي بالفرائض، هنا ما نواش يقطعها. فهمتني؟ ده نوى يأثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أدخل في الصلاة أحب أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة على أمه أن تفتن من أجل بكاء صبيه. مش كده برضه؟ صلى الله عليه وسلم. فيبقى إيه ده مش ناقد لإيه؟ لاستمرار العبادة، ده ناقد في هيئة العبادة،
بدل ما تبقى طويلة أخليها قصيرة. لكن اللي ينقض العبادة من الأصل يتراطلع ولا لا؟ التليفون بيرن وأنا منتظر مكالمة مهمة، فاهم؟ وأنا قاعد بقى بصلي، يتراطلع وأرد على التليفون ولا أكمل؟ مجرد هذا الخاطر إن أنا أطلع ولا أكمل أبطل الصلاة. المفروض أقول يتفلق أبقى أطلبه بعدين، فاهم؟ وتبقى صلاتي نيتي جازمة للآخر، فاهم؟ ما احنا قلنا ان صيام النافلة التطوع يجوز ادخال النية بعد طلوع الفجر، ولا يشترط فيها تبييت النية الا في الفريضة. قلنا كده المرة اللي فاتت ان النية ركن من اركان الصوم في الفريضة والنافلة. في الفريضة لابد ان تبيتها، وفي النافلة لابد ان تكون ما بين طلوع الفجر إلى الزوال على المعتمد. بعد الزوال على المعتمد لا، ما ينفعش. وفي بعض الأقوال عند الشافعية مرجوحة أنها تصح ولو قبل الغروب طالما لم يفعل ناقض للصوم، بس دي أقوال مرجوحة ليست عليها الفتوى. واضح؟ عايزين ننقل بقى، قول يلا. لا لا يؤثر لعموم البلوى، لعموم البلوى. ما هو ايه؟ اذا عسر الامر ايه المشقة تجلب ايه؟ تجلب التيسير. ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء، مستحبات الصيام بقى، خد بالك. احنا هنخلص دي النهارده وكفاية عليكم، عشان مش عايزين في الفقه نطول كتير، لانه احيانا التفاصيل تنسي بعضها البعض. يقول ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء، طبعا ده على سبيل الاختصار، ولكن مستحبات الصيام كتيرة قوي، لكن هو هنا على سبيل الاختصار هنشوف إيه اللي قاله ونحاول نزود حاجات هو ما قالهاش. يستحب في الصوم ثلاثة أشياء، أحدها تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس، فإن شك فلا يعجل الفطر، ويسن أن يفطر على تمر وإلا فماء. نيجي أول حتة دي نناقشها. تعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. كده برضه حديث مشهور. يبقى تعجيل الفطر ده ثوابه عالي جدا، أعلى من اللي يأخر الفطر. يعني اللي أخر الفطر فيها عزيمة يعني. يقول لك ما يجراش حاجه وانا هاكل بعد العشاء، لا ابدا. ربنا يحب منك العبوديه مش التخلق بالربوبيه. كلما تخلقت بالعبوديه كلما كنت قريبا من ربك، وكلما تخلقت بالعبوديه كلما كنت بعيدا عن ربك. واخد بالك ازاي؟ يعني لا تتخلق بالربوبيه، ولكن قم بحقوق الربوبيه وتخلق بالعبوديه، فالعبوديه ضعف وجوع وحاجة وافتقار، كويس؟ وبالتالي لما يجي المغرب أما تقول لا مش مهم أفطر، ده قيومية، ده ربوبية. هو الرب القيوم الذي لا يأكل ولا يشرب، المستغني، هو ده الرب. أنت عبد، أنت فقير، تبدأ المغرب كل على طول عشان تكون عبد. كلما كنت عبدا لله كنت أقرب لله. واضح؟ فتتعلق بالربوبية وتتحقق بإيه؟ بالعبودية. فالربوبية محلها تعلق قلبي، لكن من حيث الظاهر في الجوارح التحقق بإيه؟ بالعبودية. لابد تبقى عبد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، مع أن النبي أكثر الناس رضا بقضاء الله، والرضا قد يمنع البكاء كده، لكن النبي بكى وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله. لان الله لما قدر اخذ عزيز من العبد اراد ان يحزن العبد، فيبقى تتقرب الى الله باظهار الحزن مش باظهار عدم المبالاه. فيبقى لما يبكي النبي هو دي عبوديه، عشان كده النبي تحقق بالعبوديه كاملا، بخلاف بعض الاحوال اللي كانت تطرا على بعض الاولياء كنت تقراهم في الرساله البشريه وغيرها. يجي يسمع المصيبه يبتسم،
لكمال رضاه. واخد بالك؟ يقول لك الإمام الشبلي قالوا له ابنك مات فابتسم وضحك، فقالوا الراجل اتجنن، قال شيء أراده الله فأردته. هتفتكر بقى أن مقام الإمام الشبلي أعلى من مقام النبي اللي هو بكى، وإذا ابتسم لا مقام النبي أعلى. ليه؟ لأن أيهما أقرب للعبودية؟ مقام النبي، يبقى النبي أعلى. طب أمال اللي عمله الشبلي إيه؟ ما هو ده ولي كبير. الأولياء أرباب أحوال، واخد بالك؟ أحوالهم تتغير، لكن النبي متمكن. وأهل التمكين يدي لكل حق حقه، فهمت إزاي؟ فالولي يعذر لكن لا يقتدى به في مثل هذه المسألة. اللي يقتدى يقتدى بالنبي، فالنبي أعلى، واضح؟ وبالتالي التعجيل للفطر ثوابه أعلى من تأخير الفطر. لماذا؟ لأن التعجيل بالفطر عبودية، افتقار، احتياج، واخد بالك؟ كلما كنت محتاجا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا افتقرت إلى الله تصدق عليك بالقبول. يبقى تعجيل الفطر ده لابد منه، وتعجله إمتى؟ بشرط تحقق غروب الشمس. طب أنا شاكك، الشمس غربت ولا ما غربتش؟ اضطريت أجتهد. شاكك ليه؟ افرض إن أنا محبوس في زنزانة مقفولة علي مثلا، وما فيش حد أسأله بره، وأنا صائم في رمضان، فيا ترى بره الشمس غربت ولا لا؟ الدنيا ظلمت بره ولا ما ظلمتش؟ فأقوم أجتهد. أجتهد إزاي؟ أقول أنا والله من ساعة ما صليت الفجر لحد دلوقتي قريت 3 أجزاء قرآن، وصليت 20 ركعة، وقرأت في الحجايه. الحاجات دي كلها على ما بعملها بتاخد مني بالتجربة مثلا 9 ساعات، يبقى أنا كده غالبا قضيت 9 ساعات صايم، وإحنا دلوقتي في الشتاء، ففي الغالب بيبقى الصيام من 9 ساعات ونص ولا 10 ساعات لإيه؟ لـ11 ساعة ونص، واخد بالك؟ يبقى أستنى شوية كده أقرأ لي 2 جزئين قرآن كمان عشان أجيب الساعة ونص، ده اسمه اجتهاد. فاجتهد وأفطر، واخد بالك؟ فإن بان له خطأ اجتهاده وجب عليه الإعادة، لأن احنا عندنا قاعدة لا عبرة بالاجتهاد البين خطأ، احفظها دي. دي قاعدة اسمها كده، لا عبرة بالاجتهاد ايه؟ البين خطأ. طب افرض هو اجتهد وما بانش خطأه، خلاص انصرف عمله على الصحة، فهمتني؟ يعني افرض هو بعد ما اجتهد وقعد يفطر، فتحوا عليه الباب قالوا ايه ده بتفطر؟ ده المغرب لسه فاضل عليه 10 دقائق، يبقى هنا اجتهاده بان خطأه. يبقى في الحاجة دي يبقى لا يأثم بفطره ولكن عليه الإعادة، واضح؟ لا يأثم بفطره. طب افرض هو أفطر بغير اجتهاد ثم بان خطأه، يأثم بفطره وعليه الإعادة، فهمت بقى المسألة؟ يبقى الفرق في الإثم ولكن لا فرق في الإعادة. اللي اجتهد وبان خطأه لا يأثم ولكن وجب الإعادة، واللي تجرأ وبان خطأه يأثم وعليه الإعادة، واضح؟ عشان كده بيقول لك إيه؟ تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس. يوم غيم، اليوم يوم غيم، كويس؟ زي حكاية كده عن جدي رحمه الله، كان اسمه حسن، جدي من جهة أمي، كان قاضي في الإسكندرية زمان، حكولنا القصة دي. فكان ايه في رمضان، نقضي رمضان في اسكندرية، كان اتعين قاضي في اسكندرية، والدنيا غيم عارف في اسكندرية خالص، وكان رمضان، كل يوم راجل جاره ينادي عليه يقول له يا حسن بيه المغرب ادى، قعد كده طول الشهر، في اليوم الغيم ده بيقول له يا حسن بيه، راح هو كل على انه بيقول له المغرب ادى، قام قال له ايه المغرب ما ادانش. في اليوم ده بقى يعني حسن بيه بعد شويه بيبلع ريقه، هو راح واكل فقال له المغرب ما ادانش، يبقى هنا حصل ايه؟ عليه الاعاده ولا ياثم، عليه الاعاده عيد اليوم ولا ياثم، فهمتني؟ لان ممكن يحصل انك ما تتحققش الغروب في يوم غيم، واضح؟ او راكب طياره
اللي راكب طيارة ده بيبقى فوق الأفق، فالشمس مش عايزة تغيب، كل شوية ماشي وانت صايم في الطيارة تستنى لما الدنيا تضل. فهمتني ازاي؟ تستنى لما الدنيا تضل، ما تقولش بقى التعجيل بالفطرة، هتفطر ازاي وانت شايف الشمس؟ فهمتني؟ يبقى ايه؟ عشان كده بيقول لك تعجيل الفطر ان تحقق غروب الشمس، فان شك فلا يعجل الفطر. طب ويفطر على ايه؟ يسنى ان يفطر على ايه؟ على تمر. والتمر انواع، في رطب وفي ايه؟ عجوه وفي بلح وفي تمر. يقدم الرطب لو عنده كل الانواع قدامه، يقدم الرطب. ما عندوش رطب يقدم العجوه، ما عندوش عجوه يبقى التمر. ما فيش اي نوع يبقى ماء، يقدم زمزم على سائر المياه. طب ما فيش زمزم، في ميه نيل وميه معدنيه، ميه النيل افضل، ماء النيل افضل من الماء المعدني في الشرع الشريف، لان النيل نابع من سدره المنتهى، قال النبي كده، النيل والفرات نهران ظاهران ونهران، وعلشان كده قالوا ايه؟ خير المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، والكوثر ده بئر في الطائف كان النبي تفل فيه، فالكوثر، فنيل مصر، ثم سائر الانهار. ده كلام الفقهاء يعني. طيب لا في ميه ولا في تمر، يبقى ايه الافضل؟ اي حاجه حلوه لا تكون مستها النار، اي شيء حلو لم يمسه النار، يعني فاكهه او عسل، واخد بالك؟ يبقى اي شيء حلو لم يمسه النار، واضح؟ زي العسل وزي الفاكهه. طب ما فيش اي حاجه، لا ميه ولا تمر ولا حاجه حلوه على الحديده، وعايز ياخد ثواب التعجيل بالفطر، ينوي الفطر، ينوي الفطر بمجرد غروب الشمس، يبقى خد ثواب التعجيل بالفطر، مع انه ما دخلش الجو بشيء. واضح؟ زي ساعات بتحصل الحكايه دي، انا بتحصل لي انا شخصيا، ساعات اكون مثلا صايم وفي الشارع واذن المغرب وعلى ما ركنت العربيه ودخلت لقيتهم بيقروا الفاتحه في الركعه الاولى في المغرب، فلو دخلت الميضه علشان اشرب شويه ميه هتضيع مني الفاتحه او يضيع مني الركعه الاولى، وانا عايز ادرك الركعه الاولى وعايز اخد ثواب ايه؟ التعجيل بالفطر، فاعمل ايه؟ اروح ناوي الفطر واصلي. يبقى انا ادركت الركعه الاولى ونويت الفطر، خدت ثواب التعجيل، انويه بقلبي. واضح؟ كل دي حاجات لطيفه تاخد بالك منها. طبعا يستحب عند الفطر تقول دعاء، هو ما قالوش هنا، برضه دي من ضمن مستحبات انك انت عند الفطر تقول ايه؟ ادعيه كثيره بقى. يعني ممكن تقول الدعاء بتاع الاكل العادي، الحمد لله الذي رزقنا هذا واطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مثلا، او تقول الحمد لله الذي اعانني على الصوم اللهم تقبل منه، او يقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، واخد بالك؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، اي دعاء كله حلو، لكن يسن ان هو يدعو عند فطره، لورود حديث ان للصائم دعوه مستجابه عند فطره، وفي روايه حتى يفطر، يبقى قبل افطار، يعني طول النهار دعوته مستجابه، يبقى في روايه للصائم دعوتان، دعوة حتى يفطر كده ايه؟ مستجابتان يعني، ودعوة حين يفطر، يبقى حتى يفطر دي دخل الدعاء اثناء اليوم كله، واخد بالك؟ وحين يفطر دي وقت الافطار بالظبط، فيبقى يستحب ايضا مع تعجيل الفطر الدعاء والحرص على الدعاء. والثاني تأخير السحور، برضو ما لم يقع شك، أنا أخر السحور بحيث يبقى فاضل 50 آية ويدن الفجر، ده أحسن حاجة، أحسن تأخير للسحور كده، اللي إحنا بنسميها إحنا الوقت في زماننا المصريين، يقول لك أول ما الراجل يبدأ التواشيح في إذاعة القرآن الكريم، يبدأ التواشيح دي
واخد بالك؟ معناه ان فاضل حوالي 50 آية، حوالي يعني ربع ساعة، ثلث ساعة بالكثير، ويدنا الفجر. هنا بقت الصح، ده أحلى وقت الصح. في حديث رواه الحاكم في مستدركه، قال إيه؟ استعينوا بالسحور على صيام النهار، واستعينوا بالقيلولة في النهار على قيام الليل. واخد بالك؟ ده حديث لطيف. يبقى السحور ده الواحد ياخد باله منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور يدخل وقته إمتى؟ بعد منتصف الليل. لو أكل قبل منتصف الليل ونام يبقى ما تسحرش، ما خدش فضيلة السحور. ويتحقق السحور بأقل شيء ولو جرعة ماء. افرض مالكش نفس، واخد بالك؟ يتاخد ثواب السحور بجرعة ماء، بق مية بس وتنوي السحور، تاخد ثواب السحور فإن في السحور بركة. يسن في السحور ما يسن في الإفطار، زي ما بتفطر على تمر أو رطب وماء، إنك أنت في السحور برضه يبقى فيه تمر أو رطب وماء. خد بالك إن الثاني تأخير السحور هو في الحقيقة هنا قايل إحدى السنتين، لأنه السحور في حد ذاته سنة، وهو الأكل بعد منتصف الليل، وتأخير السحور إلى ما قبل الفجر سنة تانية، يعني كأنه هو دخل لك سنتين في حتة واحدة. يبقى السحور في حد ذاته هو الأكل بعد منتصف الليل بنية الاستعداد لصوم النهار، ده في حد ذاته سنة. وتأخير هذا السحور واضح إلى ما قبل الفجر ب50 آية، ده كمان سنة تانية. وما تتسحر به أن يكون فيه تمر وماء، دي سنة ثالثة. يبقى موضوع السحور ده فيه 3 سنن، واضح؟ برضو ما لم يقع الشك، فإن قام قبل الفجر وظن أنه لم يؤذن للفجر فأكل، ثم بان له أن الفجر قد أذن، بطل صيام هذا اليوم، لأن لا عبرة بالظن البين خطأه، كما أنه لا عبرة بالاجتهاد البين خطأه. واضح؟ يبقى لابد أنه هو يكون متأكد إن ما فيش أي شك إن إحنا لسه الفجر ما أدنش. إنما لو حصل شك إن الفجر أدن وتجرأ بغير اجتهاد يأثم إن بان على خلافه، وعليه إعادة اليوم. واضح؟ طيب إن هجم على الأكل بغير اجتهاد وبان أن الفجر لم يؤذن، صح صومه ويأثم للهجوم على الأكل بغير تثبت، لأن فيها نوع من المخاطرة. واضح؟ طيب إن اجتهد، اجتهد يعني قاعد يشوف الساعة كام وتأكد والحمد لله وبص للساعة، وبعدين لقاها الفجر بيدنا دلوقتي على 5:30 مثلا، فلقى الساعة 5 فقال الحمد لله وقعد ياكل، بعد ما خلص أكل بيبص اتضح إن الساعة واقفة، أتاري الساعة 6، دي مش 5، الساعة بتاعته وقفت، البطارية خلصت، هو ما خدش باله. يبقى هنا بطل هذا اليوم، وعليه إن كان في رمضان أن يمسك لحرمة اليوم، ثم عليه الإعادة ولا يأثم. واضح؟ لكن يمسك لحرمة اليوم إن كان في رمضان، طب إن كان في غير رمضان لا يجب عليه الإمساك، لأن لا حرمة لليوم، لأن ده يوم فطر عادي. واضح؟ كل دي تفاصيل تاخد بالك منها في موضوع السحور. عشان كده يقول ما لم يقع في شك فلا يؤخر، لو شك خاف من الشك عشان بالليل ما بيلاقيش حد والدنيا بتبقى ضلمة وما عندوش ساعة وما عندوش راديو، يقوم ياكل ويخلص قبل ما ينام، طالما بعد منتصف الليل أحسن ما يجازف وينام ويصحى مش لاقي حد يسأله ويجي ياكل يتضح إن الفجر ده. فهمت؟ عشان كده ما لم يقع في شك فلا يؤخر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. والثالث ترك الهجر أي الفحش من الكلام الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم. طيب يعني هو الغيبة والكذب والحاجات دي
ممكن يعملها بغير الصيام، فما حرام في كل الأحوال، يعني معناه أن تزداد حرمتها مع الصوم، تزداد الحرمة مع الصوم. ففي الصوم يندب له مراقبة نفسه في تجنب مثل هذه المحرمات من باب أولى، لأنه في عبادة كبيرة وإن كانت هي محرمة أصلا. واضح؟ يبقى ترك الهجري أي الفحش من الكلام الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو فيه ولو أمامه، تبقى اغتبته. في ناس متصورة الغيبة إن لازم يبقى غايب، لا، ولو أمام الشخص، لو ذكرته بما فيه وهو يكره ولو أمامه يبقى اسمها غيبة، وهي من الكبائر عند المالكية مطلقا، وعند الشافعية إن كانت لأهل القرآن والمشهورين بالعلم فهي من الكبائر، وإن كانت لعوام الناس فهي من الصغائر، حرام بس من الصغائر، وإن كانت للمجاهر بفسق فهي جائز لا حرمة فيه. واضح بالتفصيل ده، ولكن أنا أميل لرأي المالكية أنها حرام من الكبائر مطلقا. واضح؟ وهذا التقسيم عند الشافعية يفتقر لأدلة. وإن كانت طبعا غيبة العالم أشد عند الله، لأن الكبائر نفسها بتتفاوت. ما احنا عندنا الزنا مثلا حرام من الكبائر، لكن الزنا بحليلة الجار كسبعين زني بواحدة مش بجارته، شوف قد ايه، ما عندي زنا ولا زنا، يبقى نفس الكبائر بتتفاوت، لكن تفضل كبائر، بس في كبيرة أشد من كبيرة أخرى، وإن كانت في مجال الكبائر هي واحدة. فأنا أميل لرأي المالكية أن الغيبة مطلقا لأي مسلم حرام من الكبائر، ويكفي فيها قول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ليه أنا بقول لك إن الغيبة حتى لو قلته أمامه؟ لأن بعض المصريين يقول لك إيه ده، أنا بقول للأعور أعور في عينه، قال يعني كده جريء، لا أنت كده بجح. سنة النبي ما تقولش للأعور أنت أعور في عينه. النبي كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يواجه الإنسان المخطئ بما فيه. سنة النبي كلها حياء وأدب. فما تقولش كده من باب الافتخار إنك أنت بجح، واخد بالك؟ لا، ده لا يليق. سنة النبي الحياء، واخد بالك، وعدم مواجهة المخطئ بخطئه أمام الناس، لأن دي فيها فضيحة وليست نصيحة. وطبعا أنت لما تبص على القنوات الدينية واللي بيحصل فيها الوقت تعرف قيمة هذا الكلام، لأن لا يراعى هذه الأداب، والمسلم حرمته عند الله شديدة وعظيمة، فالواحد يحتار. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة. ومن ضمن الغيبة تمثيل الشخصيات الإسلامية، فما تتفرجش على المسلسلات الدينية في رمضان، لأن ما يمثل لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يمثل لك الإمام النسائي، الإمام البخاري، الإمام أبو حنيفة، دي غيبة. التمثيل لما يقلد شخص ويقتبس اسمه ويتحرك بحركاته ويتكلم كأنه هو، هذا هو عين الغيبة، واخد بالك؟ لأنه بيذكر حتى بما فيه، وأحيانا يدخل فيها الكذب، لأنه قد يختلق حوار لم يحدث بسبب إيه؟ الحبكة الدرامية، فيبقى فيها كذب وفيها غيبة، فيما ما تتفرجش عليها، لأن كده تبقى أنت مش متجنب الغيبة وأنت صائم، واخد بالك؟ فممكن ما تتلفظ لكن قاعد إيه؟ تتابع المسلسلات، فدي فيها غيبة، ناخد بالنا من مثل هذه التفاصيل. ما هو اصل ما حدش هيحب ان حد يمثله اصلا. اسال نفسك كده، تحب واحد يمثلك ويمثل والدك ووالدتك واهلك ويتكلم على لسانك ويختلق مواقف لم تحدث وينسبها ليك؟ دليل معظم المواقف اللي بتتقال في مثل هذه الروايات من خيال الكاتب، واخد بالك؟ فدي اشياء قد لا تكون قد حدثت، بحيث ان صاحب الشخصيه لو بعث من قبره وقعد يتفرج هيفتكر ان دي واحد تاني غيره، وبعدين بيتبلوا عليه وبيفتروا عليه ان ده حصل، فكل اللي هيعمله هيعمل ايه؟ هيرفع عليهم قضيه رد شرف. فهمتني ازاي؟ يعني لو فرض ان هو واحد من اللي مثلناهم دول دلوقتي قاعد يتفرج على التمثيليه بتاعته، هيعمل ايه؟ هيبتسم ولا هيرفع رد شرف لأنهم فعلوا ذلك بغير إذنه؟
بدليل ان في بعض الورثة الشرعيين لبعض الشخصيات بيرفعوا قضايا على المخرجين وعلى المؤلفين لان تمثيل الشخصيات يؤذي هذه الشخصيات ويؤذي اقاربها، فما كان يؤذي الانسان يبقى حرام، لان ايذاء المسلم حرام من الكبائر، مش كده؟ ودي من ضمن أدلة حرمة التمثيل. احنا عندنا 40 دليل على حرمة التمثيل، دي أحده. واللي عايز يعرف جميع أدلة حرمة التمثيل يشتري كتاب مطبوع بيتباع في مكتبة القاهرة الصدرية اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل، والكتاب فيه 40 دليل على حرمة التمثيل وليس دليلا واحد. اشتري كتاب لطيف من باب العلم بالشيء، موجود في مكتبة القاهرة في الصندقية في الأزهر الشريف، إقامة الدليل على حرمة التمثيل، وهو متألف من سنة حاجة وخمسين، 1900 حاجة وخمسين. كويس؟ فناخد بالنا من مثل هذه الأمور لأنها أصبحت عمت بها البلوى. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم. واللي بيحصل الوقت بعد الثورة يقول لك ده فلول وده مش فلول وقسموا الناس، هذه غيبة. واخد بالك؟ يقعدوا يقسموا الناس ويجرح في الناس. كل دي غيبة مش موجودة في بلاد المسلمين المؤدبين، إنما بلاد المسلمين غير المهذبين بالشرع الشريف هو اللي فيه هذا اللغط. إنما المسلمين المفروض إيه؟ المسلم تعريفه إيه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالخلاف السياسي لا يبيح عرض من خالفك ولا يبيح ذكرك أخاك بما يكره، لأن دي برضو غيبة. يبقى الخلافات الحزبية والخلافات ومعارضة ومؤيدين وسلفية وصوفية وموال، ده كل ده حرام. اللي بيحصل ده حرام، المسلم حرمته عند الله غالية، فلازم الواحد ياخد باله من مثل هذه الآداب. فإذا كانت في الأيام العادية حرام يبقى أيام الصيام من باب أشد تحسن الصيام، وفي رمضان أشد وأشد. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم. طبعا الشتم من باب أولى. والوقت الناس للأسف ولا حول ولا قوة، الواحد يطلع لك بدقن كده وعامل نفسه بتاع، يقول لك ده النبي بيسب وربنا بيسب وأبو بكر الصديق بيسب، وده من أكبر الفواحش. وهذا الكلام على فكرة كفر وليس حرام فقط، ده كفر، لأنه من قال أن النبي يسب فقد آذى النبي، ومن آذى النبي فقد كفر، ومن قال أن الله يسب فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر. فهمت؟ ومن قال أن الصديق يسب فقد آذى الصديق، ومن آذى الصحابي فقد فسق. كده برضه؟ فهو بين الفسق والكفر. فدي مسائل مش هينة يعني. والوقت الناس بتتلاعب بالألفاظ ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده ما فيش كافر حتى قال أن النبي بيسب، من اللي كفروا بالنبي. ما شفناهاش دي على مر العصور. يقوم شوف الخلاف بقى المذهبي والسياسي والنقد السياسي اللاذع أداه إلى أنه هو يرد هذا النقد بكفر. شفت بقى؟ لأن بيتولد من المعصية معصية أشد، لأن النقد اللي بيحدث الآن سواء من المعارضين أو المؤيدين نقد غير إسلامي بالمرة، ولا يتحلى بأداب المسلمين بالمرة، ولا ينبني عليه أبدا مصلحة للبلاد ولا للعباد. فربنا ينجينا. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم، إما بلسانه كما قال النووي في الأذكار بلسانه لو كان في رمضان عشان يذكره إن إحنا في رمضان وكلنا صايمين، لأن ما فيهاش رياء، لأن كل الناس صايمة في رمضان، وبقلبه في غير رمضان حتى لا يكون فيه رياء، يعني يذكر نفسه يوم ايه يتحمله. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا اما بلسانه كما قال النووي في الاذكار او بقلبه كما نقله الرافعي عن الائمه واقتصر عليه. وللجمع بين الرافعي والنووي نقول ان يقول بلسانه في ايام الصيام المشهوره حيث انها لا رياء فيها لان كل الناس صايمين، ويقول بقلبه في الأيام غير المشهورة أن كل الناس صايمين فيها حتى لا يكون فيها رياء وسمع. والمقصود أنه هو لما يقول هذا بقلبه يتحمل الإزاء فلا يرد الإزاء بإزاء، وأنه لو قال بلسانه ينزجر الذي أمامه لعله يتذكر أنه في يوم فيه صوم. يستحب في الصيام أشياء أخرى، أنا كتبتها كده يعني في الهامش كده
علشان ايه؟ مثل تركه كل شهوة، مثل تركه كل شهوة لا تبطل الصوم. اي شهوة لا تبطل الصوم يستحب تركها مع الصوم، لان الصوم اصلا عبادة فيها نوع من التجرد ونوع من الزهد، فما يصحش مثلا يستعمل الرياحين ولا ينظر اليها، يعني الطيب ما يبالغش في الطيب وهو صايم، لكن لو تطيب مش هيفطر ولا حاجة، لكنه يستحب لانه يخالف هيئة الصائم. خدت بالك؟ وترك الحجامة، لأن الرسول بيقول أفطر الحاجم والإيه؟ والمحجوم اللي هو المحتجم. لماذا؟ لأن المحجوم قد يضعف بسبب الحجامة فيضطر للفطر، لأن أحيانا لما يعمل حجامة في أثناء الصيام ضغطه يوطى ويضعف خالص ويمرض ويضطروا يفطروه، فما فيش داعي تعرض نفسك لشيء يعرضك لأنك تفطر. والحاجم ليه يفطر؟ لان الحجامه كان زمان يمص، يحط زي انبوبه كده ويمص الدم، فاحيانا كان يسبقه الدم الى جوفه، جوف الحاجم، فيفطر. وده دليل حديث افطر الحاجم والمحجوم، واخد بالك ازاي؟ لكن الحجامه في حد ذاتها ليست مفطره ان تحملها، لكن يستحب تركها مخافه ان تضعفه. واضح؟ ويستحب ايضا ترك مضغ اللبان اللي هو ما فيهوش طعم، في لبان ملوش طعم، مش عارف بيسموه لبان ايه كده، تعرفوا اسمه لبان ايه؟ ثمره؟ اه في لبان، انا يعني ولادي ساعات يقولوا لي عليه فعلا هو اسمه ثمره. في لبان، اصل ليه بقى؟ لان في بعض الامراض زي امراض الغده النكفيه الجراحين يوصفوا للمريض، الغده النكفيه دي غده لعابيه، ساعات يحتقن فيها اللعاب فتورم، تورم الخد وتخلي المريض متضايق، واحيانا مع التورم ده يتحول اللعاب الى صديد وتبقى خراج، فيقوم الجراحين يقول له ايه؟ اندغ لبان. يقوم اللبان يشجع الغده انها تفرغ اللي فيها اللعاب، يقوم ما يتراكمش فيها، واخد بالك؟ فيقوم يجيب يقول لك اما اجيب بقى اللبان السماره ده هو ملوش طعم ويندغ وبتاع، اهو ده ما افطرش، لكن يستحب تركه، يستحب ايه؟ تركه، لانه قد يساء اولا فهمك من الاخرين، يشوفوك بتندغ لبان يفتكروك مفطر وانت مش مفطر. كما يستحب عدم ذوق الطعام اثناء الطبخ وان كان له ان يفعل ذلك، يستحب مخافه انه يسبقه الى جوفه. واضح؟ ويستحب ايضا عدم المبالغه في الاستنشاق والمضمضة مخافة ان هو برضو يسبقه الى جوفه. ويستحب ترك قطرة العين خروجا من الخلاف مع الملكية، واخد بالك؟ كل دي مستحبات ما قالهاش الشيخ لكن نعرفها. وكذلك يستحب الاغتسال من الجنابة قبل الفجر حتى يبدأ صومه من اوله وهو طاهر، وإن كان لو أصبح جنبا صيامه صحيح، لكن الأفضل إن هو يغتسل قبل الفجر حتى يشرع في صومه من أول النهار وهو على طهارة. كل دي الحاجات دي ناخد بالنا منها. أيوة، سواء الجنابة دي كانت احتلام أو من جماع، أسباب الجنابة معروفة. أسباب الجنابة هي إيه؟ ستة كده برضو: العلاج وخروج المني والموت، هم دول أسباب الجنابة في الرجل، والمرأة تزيد بالحيض والنفاس والولادة كده برضه، دي أسباب الجنابة. طبعا لو الموت خلاص مش مشكلة، لأنه خلاص رفع عن التكليف، يبقى الإنزال وقد يكون باحتلام، وإيه؟ والعلاج اللي هو بالجماع، يعني إدخال حشفة ذكرية في فرج، يبقى في الحالة دي أجنبة، فيستحب أن يغتسل قبل الفجر حتى يبدأ صومه طاهرا، يبقى كل دي مستحبات. وكذلك يستحب ايه؟ الإكثار من الدعاء وهو صائم، ويستحب الدعاء عند الفطر، ويستحب تلاوة القرآن عند الصيام، ويستحب ايضا الاعتكاف في العشر الأواخر، كل دي مستحبات للصائم ممكن تضيفها، ففي مستحبات كثيرة يعني للصائم.
ويستحب الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكونوا إيه في رمضان، يبقى الصدقات وإطعام الطعام والحاجات دي كلها. عشان كده الحمد لله المصريين يعملوا موائد الرحمن وبيعملوا حاجات كتيرة كويسة في رمضان. ويبقى احنا كده نقف عند هذا الحد ونتكلم على ويحرم صيام 5 أيام الثلاثاء القادم إن شاء الله. في أي سؤال متعلق باللي فات؟ أي تفضل. واحد واحد. أيوة. افرض واحد جمع زوجته ليلا ثم نام واستيقظ 9 الصبح بعد الفجر بساعتين 3، صيامه صحيح وعليه قوم يغتسل عشان يصلي الصبح، واخد بالك؟ لا يشتغل. اتفضل. لا، بيمسك لحرمة اليوم في رمضان، يمسك لوحده لأن لحرمة اليوم. والله معك، ربنا حرم الأكل في نهار رمضان لدرجة أن يحرم تقديم الطعام للكافر في نهار رمضان. وعلى شجرة أيام الشيخ طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهر، كان جاله الأنبا شنودة ولا مش عارف مين، وزاره مع واحد ضيف كان بيزور مصر أجنبي، كان في نهار رمضان في مكتب المشيخة، وبعدين إيه جابوه صورة في الجورنال إنه مقدم لهم مية وعصائر وحاجات من دي، فأخذوا على الشيخ قالوا ما يصحش إن هو يقدم لهم شيء من هذا في أثناء نهار رمضان، لأنه يحرم الأكل والشرب حتى من المسلم للكافر، واخد بالك؟ كذلك المطاعم ما تفتحش في نهار رمضان عشان تأسم بالبيع في نهار رمضان للمفطر أو لغير ولو كان غير مسلم. واضح؟ لحرمة اليوم يعني. هل البخار الناتج عن الطبخ مفطر أم لا؟ لا. إيه؟ لا، الإنسان المفطر بسبب عذر له أن يفطر ولكن لا يجاهر. ما هو لأنه هنا مفطر بسبب عذر شرعي، يبقى ما فيهاش حاجة. لكن إحنا بنتكلم على واحد ما فيش عذر شرعي، فلا يقدم له طعام، اللي هو المفطر بغير عذر شرعي. والكافر الكفر ليس عذر شرعي، لأنه ممكن يتخلص منه بالدخول في الإسلام. لأن إحنا عندنا القاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. مخاطبون بفروع الشريعة يعني ليس خطاب تكليفي الآن، وليس خطاب مؤاخذة، ولكن خطاب مؤاخذة في الآخرة. واخد بالك؟ لأنه وهي تكليف الآن بأن يدخل في الإسلام. وبالتالي ما نشجعوش على استمراره في الكفر. وحتى مسيحيين مصر كانوا طول عمرهم في نهار رمضان ما يردوش ياكلوا، يعني أنا فاكر إن كان لينا جارنا وإحنا راجل طفل، كان جارنا راجل مسيحي، الله يعني ربنا يرحمنا جميعا ويرحم المسلمين. الراجل ده كان يعني يراعي الآداب دي بطريقة عجيبة، يعني كنا في رمضان لا يمكن، مع إن الراجل ده كان ما يبطلش سجاير، سجارة من سجارة، سجارة في نهار رمضان ده كأنه مسلم، كأنه ممنوع يدخن، حتى في بيته جوه، يعني حتى مراته تتعجب منه، وحتى في البيت جوه وهو قاعد معاها وهي مراته مسيحية وهو مسيحي، ما يرضاش يولع سجاير، ويفتح الراديو يشوف المدفع ضرب ولا لأ، وأول ما المدفع يضرب ياكل، حاجة غريبة. يعني كانت عادة مسيحيين مصر اتربوا على هذا. أنا كان ليا واحد صديق اسمه الدكتور عادل، دلوقتي قاعد في أمريكا بقاله 30 سنة. ده كان مسيحي. وكنا نواب مع بعض في المستشفى، يعني بنبات في المستشفى مع بعض، كان هو احنا وهو وحده واحده، هو دفعته. كان في رمضان هو اللي يوضب الفطار للدكاتره المسلمين، وينزل ويجيب لهم الخشاف والزبادي وبتاع، ويقعد طول النهار مع انه برضه كان مدخن، ما يولعش سجاره ولو لوحده، ويقعد يفطر معانا ويتسحر معانا طول الشهر. كان عادتهم كده يعني، ليه؟ اتربوا معانا بالعاده دي. واخد بالك؟ فدي حاجه لطيفه يعني. وهل تذوق الطعام؟ ممكن اللي بيطبخ الطعام عشان يظبط الملح ويظبط البتاع له ان يذوقه ثم يدفل بعد ذلك يتمضمض. لكن يستحب ترك هذا لو عرف بالمقادير. واخد بالك؟ ما المقصود بالعين؟ يعني شيء تراه العين متعين. يبقى العين هو شيء ما يراه العين، ده اسمه المتعين. هل عند الامام مالك لو دخل الرجل في غيبوبه في اول يوم رمضان وكان ناويا الصيام للشهر كله ثم أفاق في آخر الشهر، هل يكون بذلك قد صام الشهر كله؟ اللي في غيبوبة طول الشهر رفع عنه التكليف وليس عليه القضاء أصلا،
واخد بالك؟ لأنه فقد عقله فمالوش التكليف وليس عليه القضاء. تمام، لأنه مرفوع عنه التكليف خالص. ما هي كفارة من أكل أو شرب عمدا على المذاهب الأربعة؟ هنقراها المرة الجاية إن شاء الله. هل المواقيت الموضوع الآن معتمد على العمل في الصيام؟ طبعا طبعا، زي ما موجودة كده المواقيت قدامك، المغرب يدن الساعة كذا، الفجر يدن الساعة كذا، تحترم هذه المواقيت طبعا لأنها مجربة وعملها علماء الفلك على مواقيت صلاة المسلمين، واعتمدتها دار الإفتاء المصرية من قرون من 100 سنة ومعتمد، واخد من أيام الشيخ بخيت المطيعي وقبليه، فالواحد لازم إيه يعتمدها. إذا مضغ اللبان هل في بهذا لم، إذا كان اللبان لا طعم له ولا ينفصل منه أجزاء فتبلع في الريق لا يفطر، ولكن يستحب تركه، واخد بالك؟ والله تعالى أعلى. ويسموه العلك، العلك في كتب الفقه القديم يسموه اللبان إيه؟ العلك، واخد بالك؟ أيوه. يصوم ما يدين كل ايام البيض وعاشوره وغيره، كل ما هو غير رمضان اسمه مش فريضه. في وجه عند الشافعيه يجوز، يجوز ويكمل على هذا الوجه. ايوه. لا ليه يبص؟ لا هنا يبص لانه هنا بينتقل بسرعه، ويوم ينتظر لحد ما الدنيا تظلم خالص. لا انا كنت مسافر جاي من فرنسا مره في رمضان، وراكب الطيران الطيران الباكستاني، واخد بالك؟ وماشي فجايه برضو المضيفه تقول لي افطر، وهي وانا شايف الشمس، قلت لها بس الشمس اهي، قالت لي بالساعه، قلت لها احنا بنفطر بالشمس، وجابت لي الاكل بقى وخلاص وكل حاجه الحمد لله. فضلت انا بقى قاعد لحد ما ايه لقيت ان الافق ظلم، رحت واكل. يعني حتى لو المضيفة قالت لك كل ما تسمعش كلام، هو له أن يصوم. إذا صام جاز، ما فيهاش حاجة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.